ايوه انت ومعزه، وانت عمرك ولا عملت علاقه جنسيه، يا ترى راح تدير علاقه جنسيه مع المعز ولا لا؟ شوفوا ايش كفوني. لا يا ربي يا ربي توحشنا والله اخوي بندم توحشك انت، ما فهمتي كيفاش أنا توحشت. كيف حالي عاوتاني. ويلي ويلي أليكسوس لا يضحك. هذا بقول لك اليكسوس. لا أليكسوس مش أليكسوس. اليكسوس جبتي على وزن حرق السوس. الدفاك كده اسمه حرق السوس. لا عرق السوس. وش عرق السوس؟ عرق السوس هاوي كعرف كده عارفه. سايبلوس يس can you hear me؟ دخل عليك بديك اللعبة. لا لا سايبلوس تتفكرني سايبلوس ولا لا؟ لا اتحديتك مرة في بيت بوكس. بيت بوكس ايه المهم انا تدربت ورجعت لك. يلا جو يلا اسمع اسمع اسمع. ميجاترون اسمعني صديقي سايبلوس. نعم بدي اسالك سؤال. نعم شنو هو؟ بكم اشتريت البي سي ديالك؟ البي سي ديالي انا اي واحد بكم اشتريته؟ شحال واش شحال ديال الفلوس ولا شحال ديال الديامون؟ شحال ديال الفلوس؟ انا ما عرفتش خصني فهمتي نحسب البيسات عمري ما حسبت. اوكي راح اسالك سؤال ثاني. نعم راح احطك في وضعيه وجاوبني. شنو هي؟ ده احسب انه كل الناس ماتوا في هذا العالم، بقيت انت ومعزه. معزه؟ ايوه انت ومعزه، وانت عمرك ولا عملت علاقه جنسيه. يا ترى راح تدير علاقه جنسيه مع المعز ولا لا؟ لا لا اعطيك اقتراح ثاني، والا راح يعني تنكح المعز وراح تجيب معزات صغار وراح تاكلهم يعني لحم. يعني تحاول يعني تحاول تولد واحد اسمه صايب معزه. صايب معزه يعني توصل النسل ديالك وديال المعز. يعني يمكن يحصل توالد. ايوه يعني راح تجيبه صغار، يعني يمكن تجيب يمكن تجيب سايبلوس صغير معاه ساقينه ديال معزه ولا يدين ديال معزه ولا بيقول هيك صايب ما فهمتني. بس اسمع 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 راح اعطيك نكته يعني فبس فيها كلام بذيء شوي. قل للفتاة تسكر الميكرو ولا الكاسر. اوكي اوكي اسمع. في واحد خرج للشارع. ايوه تسمعني. لابس في راسه واقي. ليش؟ لانه راسه كالزبي. اوكي اوكي راح اعطيك واحده ثانيه. اسمعني اسمع راح تفسر لي كلمه بالتونسي بس فسرها لي باللغه ديالكم. واحد لما يبعبسوه تعرف شو معناتها بعبسوه؟ لا يعني حط اصبعه في ترمته من تالي. خوروه. ايوه خوروه. اسمع اسمع في واحد تونسي وواحد جزائري وواحد مغربي قالوا لهم
يعني مسكوهم الفرنسيين، قالوا لهم كل مرة كل واحد فيكم عنده أمنية قبل ما يموت. أوكي، إجوا للجزائر قالوا له شو بدك؟ قال لهم بدي نسوان. جابوا له النسوان وبعدين نكحهم وبعدين شنقوه. أوكي، إجوا للمغربي قالوا له شو تريد؟ قال لهم نحب البيرة، الجلاس والبيرة. جابوا له الجلاس والبيرة، جابوا له الشراب الخمر، شرب بالخمر وخنقوه مات. إجوا للتونسي قالوا له شو بدك؟ قال لهم أنا نحب نولي نتنفس من ترمتي. فهمتني؟ عملوا له عملية صار يتنفس من تربته، جو يشنقوا فيه يا أخي ما ماتش، روح لحومته بعبسوه مات، يعني خوروه مات. راح أغني لك أغنية قبل ما أروح، أوكي. شوف هذه أغنية أسطورية يا صديقي. اوكي بس لازم تسمع. لازم ارتل شوي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. كملها صديق سابس، كملها. شنية؟ أيها المبعوث أيوة بس جئت من خير الموتى. أسمع 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 أسمع، رح أحطك في وضعية قوية جدا. أسمع، بيقولوا لك تاخذ 100,000,000,000 دولار، أوكي، ولا تموت. بس إذا تأخذ 100,000 دولار لازم تعمل شرط. تعرف شو هو الشرط؟ لازم يحطوك في بيت مع واحد زبو كبير، أوكي، واحد وصيف، يحطوك معاه في بيت يعني وتديروا علاقة جنسية، وبعدين تأخذ 100,000,000 دولار. يعني شو رأيك؟ تأخذ 100,000 دولار ولا شنو؟ ومعها تأثير عملية نكاح بينك وبين صديقنا، يعني أوكي اختار، يا تموت يا تأخذ 100,000,000,000 دولار. خويا أجب منها تكوي منها تشوي، جاوب. عيسى عيسى سيبلو، شكون هادي عرفك؟ يمكن تموتي في ديك اللحظة، ما عرفتش كيفاش نموت. زعما المهم صديق، نعم اختار واحدة، اختار واحدة من الاثنين. نموت الموت. تشيتشي بس راح تصير علاقة جنسية مع هذاك بعدين، تشيتشي اللي هو الموت. اوكي تشيتشي ولا لا موت. المهم صديقي، شكرا لك شاركت معنا يعني في دخول مو هاكر، يعني دخول شخص عادي للبث. ديالك مرحبا بك، كان معك ويو نتشرف صديقي، وإلى اللقاء. وديديكاس صديق جميع أصدقائي أحمد فخفاخ وداليا عثماني من الفيجور تيم، شكرا لك صديقي سايبرس. يلا برو، إلى اللقاء. إلى اللقاء يا برو، ده شكرا. أدخلها قوية.